انا مجنون بيها، مجنون بيها انت، حبيتك قوي انت. انا هتجوزكم انتوا الاثنين. الو الو، ايوه ام حنان معايا صح؟ مين حضرتك؟ اهدي كده يا حاجه، مفيش اي حاجه، اهدي وصلي على النبي واهدي اهدي على الاخر. انا بس عايزة افتحك موضوع، ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. مين حضرتك؟ انت مين بتليفون حنان؟ لا اله الا الله، قلت لك اهدي يا حاجه وما تقلقيش، حنان دي قلبي، حنان حته مني. بس استنى بس، صبرك بالله كده، يعني انا عمري ما اذيها، بس لو سمعتوا الكلام انا عمري ما اذيها. يعني انت بتكلم تليفون بنتي؟ ما انا تليفون بنتك معايا. انت مين؟ بص يا حاجه، من الاخر كده، انا كنت تابع بنتك من زمان قوي قوي قوي، كنت بحبها طبعا. هي عملت الشويتين دول عليا وخبت انها مخطوبه، وفي الاخر فاجئتني وفاجئت الناس انها اتجوزت. ايوه وبعدين؟ انا بقى خدت الصدمه. بعدين فضلت مراقبها لحد ما خدت التليفون وكل حاجة، وهي كل التليفون وكل حاجتها وصورها لشيكو بيكو معايا. لا هي ما ادتنيش يا حاجة، بنتك بأمانة محترمة اللي ما كنتش حبيتها. انا بحبها ومن زمان، وانا بجد انا مجنون بيها، مجنون بيها. انا هموت بجد، ساعديني. حنان بص، اهد اهد اهدي، وحنان كويسة جدا، وانا ما جيتش جنبها، بس تليفونها معايا وحاجاتها معايا، ولد وانت هموت واجيبها واحضنها وخليها تسيب جوز عشاني يا طنط. انا ما اديتش اكلمك. لا 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 يا طنط، لو بصي وحنان قدامي لو قفلتي هموتها. اسمعيني للاخر عشان انا تعبان، انا تعبان تعبان، انا تعبان يا قلبي. بديك فشخت لي قلبي. محدش قالك يا طنط خلفي بنت قمطة. طب ممكن يا حبيبي معلش، ممكن تديني، انا تعبانة. لا 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 يا طنط، لا بلاش الشغل ده، اسمعيني كده، انا مش بكلمك من فراغ. لا 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 لا، ما تقوليش على بنتك، انا بنتك في عيني، انا ما حدش يخاف عليها، قد بيحبها زيي انا، وليدها ما بيحبهاش. بص يا طنط، بص اتكلميها ازاي يا طنط، تليفونها معايا. سيبني اكلمها، سيبني بس اكلمها. لا لا اكلمها، يا لا اله الا الله يا طنط، بقول لك هي تليفونها مش معايا، تليفونها معايا، هتوصلي لها ازاي؟ التليفون. طب يعني هي مش معايا دلوقتي؟ ما انت خدت تليفونها ازاي؟ انا سرقته، ما هو عشان الايفون يا طنط ما بيتهكرش، انا عرفتش اهكره، فضربت على بيتها راقبتها يابا وخدت تليفونها. وبعدين بقى خلاص بقى قلت اكلمك انت يا حاجه عشان انت امها وليكي تاثير عليها برضك. طب انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انا عايز بنتك. طب خليني اكلمها مع الوقت وانا اقنعها. طب تقنعيها يعني انا اجيبها منين دلوقتي؟ هي واقفه بعيد بتدور على تليفونها. روح قول لها انا لقيته، خدي تليفونك وانا هكلمها وابعد انت. لا 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 يا طنط، انت بتضحك عليا، انت بتضحك عليا.
انت مش عايز تجرب؟ خليك جرب. تجربي تجربي ايه؟ اصل انا مش ضامنه حاجه، خلينا اجرب واكلم. اصل انا مش بقول لك لا والله انا خليك. طب يا طنط عايزاني ادعي لك؟ بطلي اللهفه اللي في صوتك دي وخدي راحتك كده في الكلام واضحكي اضحكي اضحكي كده هي هي بضحكة صوت الستات عشان انا اطمن ان انت هتكلميها. اديني عمارة اضحكي اضحكي كده وفوقي وانا مش هاذي بنتك، انا بس عايزها يا الله عايزها، انا عايزها. ماشي يا حبيبي اديني وانا اكلمها. صدقني طب اضحكي يا طنط وانا ماشي. اضحك يا طنط عشان صوتك مش عاجبني. بس تاني بس انا هحاول لك معاه تاني بس. طب ما تعيطيش يا طنط، حقك عليا وانك هتعيط معاكي. عيط معاكي يا طنط، صوتك وجع لي قلبي. طب الله يسترك يا حبيبي. وجع لي قلبي، وجع لي قلبي. عندي ام، عندي ام. يا امي امي وحشتني قوي يا امي، امي وحشتني قوي يا امي. يا امي يا امي يا امي ليه كده يا امي سبتيني ومشيتي؟ ليه يا امي سبتيني ومشيتي يا امي؟ ليه ليه كده؟ كنت سيبني ثواني، ما دام مش عايز تديني حنان سيبني بس ثواني وهرجع لك. خلاص انا هديكي حنان، انا اروح لحنان وخليكي تكلمي على ماشي، بس وعديني ان انت هتخليني اتجوزها. انا هقول لها هاتي بوسه يا طنط. انا حبيتك قوي يا طنط، حبيتك. انا هتجوزكم انتوا الاثنين. استنى 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 يا طنط يا ابني. يلا يا ابني عايزين نمشي. استنى يا عم في ايه يا عم؟ خلصنا يا عم. صغيرة الحشيش اللي لسه شاربها دي موتتني يا عم. يلا عايزين نروح نخطفها من هناك. يلا بس يلا عشان نخطفها يعني. طب خلصني. وانا هكلم دلوقتي، هكلمك دلوقتي. لا 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 خلو خدي حنانة اهي. طب خليني اكلمها. يلا يا حبيبي استنى انا رايح لها دلوقتي. بنت يا حنان انت بتدور على تليفونك؟ تعال اما اقولي. تعال تعال خلاص ما تعيطيش كده. مصدومه من ايه؟ انت جبت تليفوني منين؟ انت جبت تليفوني ازاي؟ الو الو ايه يا ماما؟ حنان ايه ده؟ مين ده؟ هاتي بوسه يا حنان. حنان مين ده؟ اديني بوسه يا حنان. يا ماما يا امي انتوا بتمثلوا ولا انتوا ده بجد؟ عرفتي امي عقت عليا. الله عرب عليك يا شيخ هتموتي في سرطان. والله عرب عليك يا عقت عليا والله. حرام عليك. امك مش بتقولي عايزين كده نروح نصالحها. عايزين نروح نصالحها يا اسطى. يا اسطى انا زعلت عليها قوي. انت جبت ازاي الصوت ده؟ والله مش عارفه. طلع معايا لا دي ساترة. هنروح دلوقتي نصالحها عشان شكلنا عملنا مشكلة. بجد شكلنا عملنا مشكلة. هو سوري بيتصل بقى دلوقتي؟ بتقولي ايه يابا؟ ايه؟ ايه؟ يا ايه يابا اخبارك ايه يا اسطى؟ انا مراتك عجباني. عجباني ايه ده؟ بتعملوا اطفال على الولية؟ طب روحوا رضوها بقى يا حنان والنبي عشان مرات عاد اقسم بالله النهارده. ماشي المشكلة مش في كده، المشكلة وهي بتكلمني انا فتحت بقى الشباب. ما انت يابا اللي مراتك جامدة. يعني ايه ما تتكلميش والله حاجة؟
بقولك ايه، بيقول انا سبت المشكله كلها ومسكت مين الراجل اللي كان معاكم. والله العظيم ثلاثة وهي بتتكلم رحت جريت على باب الشقه، انا قلت فعلا في حد خطف التليفون او حاجه، ولا انت كويسه ولا ظروفك؟ يا لهوي يا لهوي، انا ما خفتش عليك، انا خفت عشان التليفون ده سيبك 600 جنيه حلال.